وهذا كان سؤال يعني بخصوص الأمان في العاصمة الأوكرانية كييف. دكتور عماد، أيضا بما أنك عملت في مجال الإنساني منذ بدء هذه الحرب الروسية على أوكرانيا حتى الآن، هل لك أن تحدثنا سريعا لو سمحت عن هول ما رأيته في مجال المأساة الإنسانية الآن في أوكرانيا؟ أكثر شيء، إحنا لم نكن ميدانيين في الحرب في أماكن الصراع، لكن أنا ما بعد الصراع يعني زرنا المناطق والضحايا والمدنيين الذين ناشدونا أو الذين نعرفهم، يعني بعضهم نعرفهم، خاصة منطقة إربين وغوستميل، رأينا وشهدنا وشاركنا معهم في تنظيف هذه البيوت ومحاولة إعمار ما يمكن إعماره منها وتصليحه واستعادته. لكن أول أمس كنا مثلا في إربين وكانت المفاجأة أن البعض فقد بيته كاملا، يعني دمر البيت كاملا واحترق كل ما فيه وهو لا يملك في الدنيا أي مكان غيره، وهذا يذكرنا بضحايا الشرق الأوسط من دولنا العربية والإسلامية الكثيرة من لاجئين ونازحين. فأكثر شيء كان هذا المنظر المحزن عندما تجد العائلة مشتتة والتي كانت تمتلك البيت وكانت تمد يد العون للآخرين. نعم. الآن صدقوني هي يعني تقتات الخبز وتقتات المساعدات الإنسانية وأصبحت تقف على الطوابير بانتظار على الأقل يعني شيء من المواد الغذائية الشهرية.